الصحفية السورية، ارحموا يا اطفال، الجزيرة المغربية الإسبانية. نحن والسوريين كنا معتصمين هون مشان يظهرونا. صوت مرتفع، لانه صوت مرتفع. الشرطة ما عم تقبل تمرر اي سوري غير بمبلغ 1000 يورو للشخص، للطفل مو للشخص. للشخص وفي طفلة معاقة ما رضيوا ابدا يمرقوها، هي بحاجة لعناية طبية شديدة، وضربوني انا، وانا كوني صحفية تعرضت للضرب والسحب، وضربوا بنتي المعاقة. والسوريين هون كلهم معتصمين حتى نمرق على اسبانيا. نحن من نرسل يعني نتمنى من الملك انه يأمر خلينا نعبر، لانه نحن هون زلينا كثير، والشرطة ضربت كثير سوريين هون، حتى النساء والولاد، حتى مرضي حامل ضربوها كمان، الصحافة والأطفال ما خليت من إيديهم. أنا بوجه نداء لكل المسؤولين على المعبر وللمسؤولين إنه يقدروا يمرقونا على الحدود الإسبانية، لأنه هون إذا ما أخذوا رشوة ما عم يمرقوا أي حدا، ولو كانت بحاجة لعناية طبية أو في حالة إنسانية أو في خطر على حياته. يا ريت تحاول تصور كل هالجموع هاي يلي تعرضت للضرب والسحل، وأنا مبارح عرضوني للضرب جوا واحتجزوني ساعتين، واليوم كرروا الاعتداء علي أنا وزوجي وبنتي المعاقة. وأنا بتمنى منك تصور. أين بنتك المعاقة؟ أين بنتك المعاقة؟ أين بنتك المعاقة؟ ها هي الطفل المعاق الذي باتوا فيها في الضرب يا صاحبي. هاي ضربوها وشدوها وضربوها هي وأبوها. وأنا في شي 10 ضربوني وشدوني من إيدي. بتمنى هالصوت يوصل. أنا كوني صحفية هون أرسلت للموقع اللي بشتغل عنده، وأنا بتمنى إنه مثل ما تعاطفوا مع الطفل إيلان يتعاطفوا مع هالأطفال كلها اللي واقفة بالشمس وبحاجة أكل ورعاية، وما في حدا سائق فينا هون. يا ريت شوية إضاءة إعلامية مثل ما صاير بأوروبا. هون بالمغرب في كثير قصص هون بالمغرب أكثر بكثير من اللي عم بيصير بأوروبا، وما في أي تغطية إعلامية. أنا كنت الصحفية الوحيدة هون، ورغم هالشي ضربوني أنا وزوجي وبنتي. وأنا مغربي هون، نحن بنناشد كل المسؤولين والملك إنه يأمر بتمريرنا لهني. وشكرا لكم جميعا. حاولوا على التلفزيون تقولوا البشر على وجهه. سكن ما اعطونا نبرق. والله من الجوع ميتين. الوسخ اكلنا يا ابن الحلال. ولادنا ماتوا من الجوع. انا اربع بشر الله خشونا من حالنا. احنا هذا. خلونا نرجع من المكان. خلونا نرجع من المكان. النشا اكلنا، الوسخ اكلنا. ماتوا ولادنا من الجوع. يا اخي. نحن الاخبار لا يسامحون. في معتقلين بالدرب. في معتقلين بالدرب. احكي كيف اعتقلوا بالدرب. كيف اعتقلوا لي؟ اسمع اسمعي خشي. انا اعتقلوا لي 6 ساعات ضربوني. ليش؟ قولوا ابوكي دخل بالمصاري وهذا راح يضربوني ومشان ياخذوا ابوي. ايوه البنت لما تاخذ الضيموح حرام الشيء هذا. نحن ما لنا اسلام، نحن يهود على بعض. الاسلام برحم الاسلام. في معتقلين. انا ما ركبيني انت بشوري 4 مرات بشوري خبطوني بالشيء وصاروا يخبطوا علي. الشرطه صاروا يعفسوا على الضار. وهذا يضربوني بالكف، يعني يضربوني صار يضربوني. انا مرتي جوا صار لي شهر عم بتعذب، ما عم يخلوني ادخل. هلا ب 1000 يورو للولد، مين بدي اجيب انا 1000 يورو؟ مين بدي اجيب انا 1000 يورو؟ احرق خالص خلاص مع بعض يعني. امي جوا ارجع عيال. حرام هذا حرام. الطفل الصغير هذول امهم دخل، بس الطفلين الصغار برقبتي انا ما عم بحسن يا ابني. بدي يروحوا عندهم ما عم يخلوني. يا عيال اذا بتحب الله بتحب النبي تخيل وصلوا لعند امهم هذول اطفال صغار اثنين. الله ما ولا بدنيا ولا لا. يعني نحن كلية الإسلام لازم نرحم بعضنا. الإسلام ما بيرحم بعضه. لك متى بتشوف واحد ما جاب لك كأس باي باي باي. حرامية صور صور الحرامية اللي ورانا. حرام الشيء. الحرامية اللي ورانا عم بيجوا عم بيسرقونا. أنا من سوريا، أنا من حلب. أنا من سوريا من حلب يعني. صور الحرامية اللي عم بيسرقونا. هذه بنتي مرضى رضيعة لسه. وهم صار لها 12 يوم داخل جوا بدون اكل بدون شرب بدون اي شيء. اطعميها والله العظيم غصب عني والقدير اعطيها غصب عنها، يعني ما تاكل هي متعوده على الرضاعه. يعني صار لها 12 يوم وامها بالداخل طلبوا عليها مني.
هذا ما عم يجي يعني ولا بيحكينا انتوا هذول كيف نايمين بالحديقه ما بتسال علينا حدا حرام نحن نايمين بالحديقه اطفال صغار معنا في طفل صغير عمره 5 سنين بده يروح عند امه على ما عم يخليه بس خلونا كان الطفل يروح عند امه يشوف امه الله يخليكم بس ان شاء الله الطفل الله يوفقكم الله يوفقكم ارحمونا يا عالم ارحمونا يا ناس ارحمونا الله يوفقكم نرجع العياد نرجع العياد تفضلوا المعتقلين المحترضين يخرجوا من جوا من الصبح هون بيركي على الشمس لا اكل ولا شرب وفوقه عم يضربونا عم يهنونا كمان عم يضربونا عم موتونا الله لا يسامحون شوف هذا البنت شعره طويله ترى بيشدوا له شعره يعني شعره كله بده حرام الله لا يسامحون بس والله العظيم يا اخي ولادنا مو صغار هذا ما قرانا على عندكم خاف والله ارحمونا عشان الله ارحمونا لازم يرحموا بعضه يعني هلا اخذوا شاب قد الجبل قد الجبل اخذوه لجوا هلا هلا شبعوه هذا مشان يضربوا العالم شبعوه اصلا هلا والله شبعونا قبل يا اخي عوام يرحمونا عم بضربونا هيك ما تصير الحكومه انا شو قاعد على هذاك عم يضرب هذول عم ياخذوا راضي ولا عم يطلعوا حرام والله العظيم كثر ما يعبسوا علينا موتونا موتونا دول الشرطه كل واحد جاي مش عطاي وعم يضربنا بلادنا كلهم مش تمام نتبعنوه اجت واحده بده يصور قال ليش عم تصوري انت؟ لا ما ممنوع ما في هن يضربونا معلش بس نحن نصور لا ما خلى المرأة تصور قال ليش عم تضربونا؟ قال ممنوع سحب المسدس على المرأة كان بده يضرب المرأة بالمسدس